ايه. متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدقهليه مع ملكه العيش الفلاحي، ست الام المثاليه هنا داخل قريه بشالوش. بشالوش يعني بلد رئيس نادي الزمالك الاسبق المستشار مرتضى منصور. الناس هنا اللي على العهد القديم، الناس هنا الفلاحين اللي على الاصل متربيين. هتشم ريحة العيش الفلاحي هتقول كفاية ريحته، أنا مش عاوز أكله من الجمال والطعامة. شايفين يا جماعة العيش عامل إزاي هنا؟ هتشوف العيش الفلاحي وكأنك لأول مرة في حياتك هتشوفه. بتعمل على نوعين، العيش الصغير الطري والعيش الكبير الناشف، ده بتاع الفتة والغموس، والتاني برضو للغموس. هتلاقي هنا لمة العيلة، القعدة الحلوة تحت شجرة التوتة. هنا الفلاحين اللي بجد، زي ما حضراتكم شايفين، يمكن الطنبوشة او الساقية اللي لسه مبطلة من دقايق قبل اللايف اللي بتدور طبعا بالمواشي اعزكم الله. وهنا طبعا العشة اللي بالغاب والبوص مع الحاجة عزيزة. قصة كفاح هتسمعها هتقول محدش في الدنيا تعب قدها. يا ستي دي تستاهل من زمان وتستحق ان هي تكون الام المثالية على مستوى مصر كلها. هتسمع منها العجب. خلينا نسمع قصتها وقصة كفاحها بعد وفاة زوجها وتربيتها لأولادها الخمسة، ربنا يحفظهم يا رب. السلام عليكم يا ست الكل. عليكم السلام وبركاته. الناس كلها متشوقة تسمع قصة الأم المثالية اللي شقيت وتعبت وربت وعاشت مع زوجها إيد بإيد وكتف بكتف لحد ما المرض يعني للأسف تملك منه وظل على فراش المرض لمدة 8 سنوات، وانت كنت راجل معاه، بقيتي انت اللي بتصرفي وتربي وبتشتغلي. الحمد لله. عرفي الناس بمين الحاجة عزيزة. الحاجة عزيزة التبحي. الحاجة عزيزة من بشالوش. من بشالوش. مركز مدغام. الحاجة عزيزة، زوجك توفي وانت كنت لسه في بداية الثلاثينات في عز شباب. اشتغلت ايه بقى قولنا، وكنت بتصرفي وتربي ولادك منين؟ إيه؟ خبزت وعملت طعمية وعملت وتجبت في السوق وبقيت اخبز واعمل طعمية وكل حاجة عملت، ما خلصت حاجة الا ما عملتها. كل سكة حلال بقيتي تشتغلي فيها. عشان عيال. كل حاجة عشان عيال. كل حاجة بقيت اعملها عشان عيال. شايفين يا جماعه، انا مش قلت لكم ده مش عيش فلاح، ده فطير يا جماعه. ما شاء الله انت بتوسعيه قوي، الله اكبر كده. علشان ايه بقى؟ عشان البراد وحاجه. يبقى انت قاعده قدام الفرن من الساعه 6. من الساعه 6 والله يا حبيبتي، والجو حر والله. من الساعه 6 وربي، من الساعه 6. يعني الساعه دلوقتي تقريبا الساعه 3. والله من الساعه 6 ولسه ساعتين كمان اهو. كمان يا رب يديك الصحه يا امي. قولي لي بقى، زوجك توفي هو كان عنده 39 سنة. وانت كنت في بداية الثلاثينات تقريبا 30 او 31 سنة. ربيتي خمس اولاد ازاي في الدنيا والمصاعب الحياة وانت ست واحدة بطولك؟ ربنا كان معايا. ربنا كان معايا وبقيت اشتغل واعمل كل حاجة على ما ربيتهم وعلمتهم وجوزتهم وخلتهم مية مية. شايفين يا جماعه، دي طاوله العيش اللي هي جايباها بتدور كده، اللي تخلص نجيب واحده جديده وبنتها وحريم اولادها، زوجات اولادها معاها زي بناتها بيساعدوها. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرجع للحاجه عزيزه. تعب قلتي لي نزل من بره، كان بيشتغل خارج البلاد، خارج مصر، نزل للاسف، قلت هتسند عليه وهيقعد بقى في وسط ولاده. تعبان. ويلي منى نزل للاسف تعبان. ايه اللي حصل بقى؟ كان عنده جمور جمور احصاب. من حادثه حصلت له هناك، حصل له جمور. حصل له جمور ولبسه بعد 8 سنين. حم ولبس وغير وودي حمام وكل حاجه بقيت اعملها. كمان لحد ان انت بقيتي تشيليه وتوديه الحمام. اقسم بالله واعمل كل حاجه. كل حاجه يعني كده ولادك الخمسه زادوا طفل جديد. لحد ده ابني بقيت احلقها. اقسم بالله ما بقى. يا روحي والله ما بقى. والله يا محمد وحياه ربي بقيتي بتحلقي له دقنه كمان. كل حاجه. كل حاجه بقيت اعمل له كل حاجه.
اقسم بالله كل حاجه بقيت اعملها وما خلتش نحوج لحد ولا الاخ ولا الصنف مخلوق. بدو عياله ده بقوا ياكلوه وكل حاجه وانا بره. كنت له زوجه وام ما كنت ليش زوجه بس. اه والله خيط ربنا. بقول عياله انا بره هم اللي اكلوه ويشربوه وكل حاجه ولاده. اه ولاد. انت جريت عليه 8 سنين تكشف عليه في كل المستشفيات. رحت الملك الصالح ورحت الزقازيق ورحت المنصوره وما خلتش انا وابوي. انا وابوي لفينا ابو الدنيا كلها. وانت هنا في قريه يعني المصيبه كانت صعبه قوي من 20 سنه ولا من 30 سنه؟ شكر لله. وبقيت اشيل لوحدي يمين الله بقيت اشيل لوحدي يا محمد. خدته من هنا اهو على العرب على ركبت العربيه وهو حطه على رجلي كده هو وانا شايلاه وجيت انزل عند الملك الصالح محمد ابنها يقول لي معلش يا عزيزه معلش معلش رجلك وجعت. قلت له يا اخو رجلي ما وجعتني والله انت لسه بتفكرني والله رجلي ما وجعت وفعلا مش عايزه تحسسيني وحمل تقيل عليك. ما وجعتني والله ما وجعتني وحياه ربنا وحياه النار دعي. وعمامي والله ما وجعتني. عم الحسين كان معاها برضه ما كانش بيسيبها. ليه يا عم الحسين ما كانش بيسيبها برضه. انت بنت الحاجة عزيزه كبرتي ووعيتي وامك معاكو اب وام ربيتك على ايه؟ ان انت عامله جوزك ازاي بعد اللي انت شفتيه من خدمتها لوالدك في مرضه؟ عامل حلو بامانه الله وعامل ما يرضي الله ويبقى حلو على عيالي ومعايا حلو وكل حاجه. يعني احنا وعينا انا فلاح وتربيت فلاحين كلنا وافخر بده. وعيتي حاجه والدتي زي حضرتك ربنا يديك الصحه كانت تقول لنا جوزك لو عظم في قفة تشيليه على دماغك. تشيليه على دماغك. بنت الاصول تعيش مع قولي بقى تنصحي بناتي النهارده تقولي لهم ايه يا امي؟ بقول لهم عيشوا بما يرضي الله وخلي بالكم من بيوتكم ومن عيالكم ومن رجالكم ومن كله. خلي بالهم من الدنيا. الدنيا مش ما عادتش زي الاول. والله يا جماعه على ريحه العيش تجوع. زي يتاكل حافه يا جماعه اقسم بالله. يعني هنتكلم معاها عن الاصل هتاخدكم كده وكاننا بنرجع بيكم بالزمن ل 20 30 سنه لورا. اتكلموا عن الاصل وعن الطيبه عن عادات والتقاليد بتاعه الريف اللي اهالينا غرسوها جوانا. الست دي كانت بتشيل جوزها. يعني انت النهارده لو شفنا صوره لواحده شايله جوزها هتلاقي كل السوشيال ميديا والدنيا تجري تصور معاها. والله انت صنعت لنفسك ترند قبل ما الترند يتوجد. كنت بتشيلي كانه طفل صغير. طفل صغير. الناس بيقولوا لي يا بطله راحت البطله راحت البطله جت. اقسم بالله ما بقى. الله اقسم بالله ما 8 سنين شايلاه على كتفك. تروحي بمصر. بروح بمصر والزقازيق والمنصوره والف في الدنيا انا وابوي. ما قلتش بقى انا لسه بنت في, في, في عندي كام وعشرين سنه واعيش حياتي. ولا كان في دماغي اللي هو ولا كنت عايزه اللي هو. 30 سنه وبقيت تصحي الفجر الساعه 4 تعملي ايه؟ اشرحي للناس كده عشان نعرف الفرق بين زمان ودلوقتي. بقيت اقوم اخبز عجين بالليل قبل ما انام اعجن واقوم بالليل اخبز قبل الفجر اخبز الساعه 2 اخبز علشان ابيع العيش للطعميه وكده. وبعمل طعميه. تعملي فول وطعميه؟ وتعملي عيش للبياعة؟ وبتنجان وشطه مقليه وبطاطس وفول متخدع وكل حاجه. وعندك بهايم؟ وعندي بهايم. وتقعدي تحلبي ولا مؤاخذه تكنسي؟ كل حاجه بقيت اعملها. على طلعه النهار كده اهو تلاقيني عامله كل شيء وقاعده بره قاعده بره مولعه بابول وقاعده. الله. وحالي. يعني ام جوه بيتك وست كمان. ده يبقى انت جايبه ايه؟ الله يا جماعه في مفاجاه هنا. انزلي بقى بالرز كده وري المتابعين بشر من مصر الجمال. ورينا بقى ده ايه. بصوا يا جماعه كده اختراع جديد. ده رز بالنعناع. تتخيلوا ان ده رز يا جماعه؟ الله يسامحك مش تقول عشانك نشوفك بتعمليه ازاي. انا هقول قول اشرحي بقى للناس. عارف الناس بيك الاول يا ست البنات. انا ايه مرات ابن عمر. دي مدرسه في التربيه والتعليم زوجة ابن الحاجة عزيزه بس بتقول بنتي مش زوجة ابني. مربياه من وهي طفله صغيره. كانت بتروح وتيجي زي ما بنقول كده في الفلاحين ماسكه في ديل الجلابيه. أيوة. ده اللي معانا النهارده بقى الريحه يا خبر. الله اكبر. ده رز بالنعناع بالطماطم. اللي يعرف الوصفه دي او الاكله دي او دقها او تسمع عنها يحكي لنا بقى يقول لنا. شايفين يا جماعه ده اختراع جديد.
رز بالنعناع تضربه في الخلاط في الحمام زي محشي الحمام. بقول لك ايه، ما تقولي للناس كده وصفته عامل ازاي. ده زي محشي الحمام، ريحه حلوه قوي، ده ريحه النعناع. مش عايزه اقول لك، تغسلي الرز، تعملي تضربي الطماطم وتخرطي البصل وتحطي حبه النعناع وحته السمن وحبه الزيت والحبة النعناع وتروحي ضربه كلها في الرز كده. تكوني غسله الرز تروحي ضربه فيه ايه، ما بيبقاش احمر تروحي ضربه فيه الحاج. شايفين يا جماعه هو ده وتسويه في الفرن بقى اللي زي ده. انا متاكده ان الناس في اللايف شامين الريحه، ازاي ما اعرفش ريحه النعناع بقى بالطماطم مع الرز زي ما الحاجه عزيزه بتقول. والبصل في بصل كم تصدقي في بصل اهو. ايوه امال ايه، والبصل ريحه حلوه قوي. كل حاجه بتقول لك بقى ايه، ده رز حمام، محشي حمام، ده محشي حمام والله بيبقى كلته. ولا وفي المفاجاه كمان ان في هنا كانون يا جماعه وبيطبخوا هنا المحشي والبط، طبعا بنقول عليه في الفلاحين الزفر. ده والله على الكانون والطرمبه والدنيا هناك. وفي ما احنا ورينا الناس في البدايه اهو الطنبوشه اللي هي الساقيه، وفي الطرمبه هنا اهي، ودي طبعا مدرسها مرات ابنها قبل ما بتروح المدرسه بتصحى. انت قبل ما تروح المدرسه بتعملي ايه؟ انت موظفه طبعا مدرسه. بصحى من النوم بمشي عيالي الاول عشان يروحوا المدرسه. لو في عجين بتعجني؟ لو في عجين يوم عجين لا. عجين لا يوم الاجازه، يوم المدرسه مفيش عجين. هي تبقى تاخد يوم اي يوم اجازه لما نخبط فيه تروح واخده اجازه. اما انا مفيش كده السنه اللي بتعدي الفتحه اللي بتاعدي. ممكن تمسكي من اللي وراك كده واحده، قرص من اللي وراك كده عشان نشوف حد من المتابعين عارف ده ايه ولا لا. ما تقوليش ده ايه جماعه، معانا يعني عدد كبير من المتابعين، اللي يعرف ده ايه يقول بجد ده يبقى ده فعلا. يعني اقول ايه الشاطر ده عمتك ده ايه، حد عارف ده ايه يا جماعه؟ قولوا لهم ده ايه، تقريبا ما حدش عارف ده ايه. حاج ده قرص جل. ايوه بتعمل عزكم الله من روس من روس البهائم. انت هتحطيه دلوقتي الرز؟ لا اصبري بالله عليكي ما تحطهوش. شايفين يا جماعه العيش في الفرن بيقب ازاي؟ ما كملناش لكم بقى عن قصه الحاجه عزيزه، اللي اتمنى ان يكون في مسؤول سمعنا دلوقتي، وان هي تكون الام المثاليه، مش على مستوى بشلوش، هنا الناس اختاروها الام المثاليه، اتمنى ان هي تكون الام المثاليه على مستوى مصر. ربيتي اولادك الخمسه، كنت بتشتغلي في السوق بتبيعي التجاره، بتعملي فول وطعميه، بتخبزي عيش للبياعه، ربيتي اولادك، شلت زوجك في مرضه 8 سنوات على كتفك تروحي وتيجي بيه كانه طفل. الحمد لله. خدمت حماتك على الرغم من ان هي عندها بناتها واولادها. الحمد لله. ماتت راضيه عنك. الحمد لله. والله. قلت لي دعت لك قبل ما تموت، قالت لك ايه يا امي؟ اقسم بالله قالت لي روحي يستري الدنيا والاخره وما تلحقيش ولا تنامشي الارض عيان. تنامشي الارض عيانه يا عزيزي بنت تسمية، يبارك لك في عيالك. سخن يا جماعه معلش. شايفين يا جماعه يتصور ده؟ سخن مولع النار يتصور. مش قلت لكم ده فطير؟ الله اكبر ما شاء الله، تسلم ايدك يا امي. شايفين من هنا وهنا عامل ازاي؟ ده الميكروويف عندنا هنا في الفلاحين يا جماعه. الاكيله الصح ما بياكلوش غير من الفرن البلدي والكانون، صح كده؟ بيفرق في الطعم. الرز المعمر والمحشي الخاص والكوسه، المحشي الكوسه. اخيرا تلاقيت حد بيعمل محشي الخاص غير والدتي. كلنا بنعمل. لا ما احنا ما عندناش فرن، بس هي هو العيش بيتسوى في الفرن؟ لا المحشي الخاص. هي بتعمل اصل ما حدش بيحشي الخاص غيرنا اعتقد. ما شفتش حد في الدنيا بيحشيه غير والدتي. بنحشي على طول، طب الخاص موجود نحشي. نحشي على طول. ده بيبقى جميل احلى من العنب 100 مره. ابني عماد بيحب. شايفين يا جماعه العيش طالع من الفرن عامل ازاي؟ حلم حياتك ايه يا ام ونفسك فين؟ نفسي ان انا ازور الرسول عليه الصلاه والسلام. والسلام. حلم حياتها هنية. وانا مش عاوزه اللي هي دي. هي دي امنيتك. اللي هي دي. حاسه ان ده التتويج بعد شقاء وتعب عمر بحاله. 65 سنه شقى وبهدله وتعب. الحمد لله. ولادك كلهم انت اللي جوزتيهم. ولادهم في حياته ما جوزش حد ولا فرح بحد ولا شاف حد ولا شاف حد. يعني ربنا يديك الصحه يا ام يا رب. فرن غيرك. الكرتونه دي يا جماعه بتحط قطعه كرتون فوق وتحت، اشرح لكم ليه علشان خاطر ممكن تكشفها كده معلش بالحديده.
علشان خاطر مثلا الحته اللي في النص بتبقى رقيقه شويه استوت، فهي مش عايزاها، عايزه كله يبقى مستوى واحد، مستوى واحد متسوي زي بعضه. فبتفصل النار عن القطعه اللي في النص بورقه كرتون نظيفه، ومن تحت نفس النظام لحد ما كله يبقى لون واحد، تقوم شايلاها يطلع الرغيف زي ما انتم شايفين كده يتصور ما شاء الله. شايفين يا جماعه العيش عامل ازاي؟ هنا بقى على جريف الترعه بقى، ويا سلام بقى لو واحد بيصطاد سمك ويطلع من السمك على بحلم معلش هيطلع والله بجد والله يعني محمد اخوك ممكن ينزل يصطاد من الترعه هنا؟ لا محمد بقى. محمد عشان رجليه. انت قلت اخوك عنده مشكله ايه؟ يركب عامل مسامير وشريح حنه في رجله الجزئين اهو، كانت حادثه ولا ايه؟ وعمل وهنا مركب مسامير وشريح في ركبته وفي رجله من تحت. ما فيش وظيفه ولا حاجه ليه؟ لا ده كبر وكرام مقريزي ما رضيش يوريها. تعليم ايه؟ تعليم الصنعه. انت نفسك ان هو يتوظف برضه؟ هو ينفع يتوظف بعد ما بعد له 33 سنه 32 سنه ينفع؟ يا ريت يا ربنا يبارك لك فيهم يحفظهم يا رب. الحمد لله يا نور. وانت عندك اولاد ايه يا اشواق؟ معايا اربع بنات. بتساعدي والدتك؟ بتسيبي بيتك بعد ما بتخلصي شغلك وتراعي ولادك وتيجي تساعدي والدتك هنا؟ كل حاجه قبل ما بتيجي. والدتك بقى اللي معلمك العيش كده؟ معلمني كل حاجه. بفضل يرجع ليها ولربنا. تسلمي. ربيتكم ان انتوا تقعدوا اخوات كلكم كده مع بعض ايد واحده؟ كلنا الاربعه. بتعملوا ايه في المكان ده غير ان انتوا بتخبزوا؟ بنعمل كحك وبسكوت هنا كلنا. هنعمل اوبا. انت لسه بتعملوا كحك وبسكوت؟ هنعمل بسكوت نهار نهار الحد. كنت تيجي لنا نهار الحد؟ احلفي اقسم بالله. وعيالي كلهم هيبقوا تعملوا بتغروا فينا. وعيالي كلهم هيبقوا يعني تقولوا لي يوم الجمعه ببقى زفر ومحشي ويوم الحد كحك وبسكوت؟ لا بسكوت بس. وانا اللي بسكوت قدام الفرن اسوي برضه؟ انا اللي بقعد اسوي. والله احنا هنعمل هنمضي معاك عقد احتقار يا حاجة. نعم الانبوبة غليت. صحيح. يعني احنا لجأنا للكانول والفرن بعد ما الانبوبة غليت. الميزة الوحيدة ان هي غلت علشان الناس تاكل الاكل الحلو ده. والله وطعمه وريحة. بيشر من مصر مع الحاجة عزيزة هنا زي ما قلت لحضراتكم، وزي ما هما قالوا المكان ده بيجمعهم دايما على كل خير. يا رب دايما يتجمعوا في كل ما هو خير. اكلهم شربهم حياتهم، بيخبزوا عيش، بيعملوا كحك وبسكوت، بيطبخوا على الكانون زي زمان. رجعنا لكم بالزمن زي ما قلت لحضراتكم. شايفين العيش بيعمل ايه في الفرن؟ بيقب ازاي؟ الله. الله اكبر. شايفين العيش عمل ازاي؟ دخل كان عامل ازاي؟ شفتي الحاجه ده عمل ازاي؟ مفيش واحد عمل زي كده ما شاء الله. عامل. ايه يبقى انا اللي كنت واخده بالي. بس الصغير بيقب عن الكبير. مش ده عشان رقيق. علشان رقيق شويه. ما بتحبوش؟ لا احنا كنا بنتشكل عليه. ايام الذره بقى بتشوي ذره هنا؟ بنجل ذره. ما شاء الله. شايفين يا جماعه ما شاء الله. دايما ان شاء الله هنكون مع الحاجه عزيزه هنا في لايفات وبث مباشر ان شاء الله تعالى. متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، يعني بشكركم جدا. اتمنى ان حد يكون معانا في اللايف. زي ما بتقول حلم حياتي ان انا ازور الكعبه، ازور قبر رسول صلى الله عليه وسلم واعمل عمره. يعني نتمنى ان حد يكون سمعها قصه كفاح. الحقيقه عانت وتعبت كتير، شقاء لمده 65 سنه، ربت ولادها الخمسه ربنا يحفظهم، شافت ولادهم ولاد ولادهم، جوزت زيتهم، تعبت بجوزها ولفت بيه، كانت بتشيله على كتفها وعلى ايديها كانه طفل صغير بعد ما اصيب بالدمور بعد سفره سنوات خارج البلاد. وقالت هيرجع يبقى في وسط ولاده وياخد باله من ولاده ويريحني شويه، لكن للاسف اضيف لاولادها او لاطفالها طفل سادس اصبحت ترعاهم كلهم، بل بالعكس كانت رحله شقاء. لكن كانت بنت اصول عانت وتعبت معاه، ولحد النهارده واقفه مع اولادها. واللي يجي يتكلم وده كان قدامي الحقيقه وقبل اللايف، تقول لهم ده كله من خير ابوكم. قلت لي كنت اشتغل طول النهار وهو نايم في الفرشه، لا حول له ولا قوه احط الفلوس في جيبه. اقسم بالله. ليه بقى؟ بجد عشان عياله يمدوا ايدهم ياخدوا من جيبه.
عشان ما يتكسرش قدام ولاده. ما يقولوش بابا رقد في الفرشه، يفضل خيره عليه. وحيات ربي بطلع من على السلم اروح مطلع فلوس ياخد يا حلو. انت بنت اصول يا امي والله، لا بيشيل ولا بيحط ولا بيعمل حاجه. هم اللي يعوزوا يمدوا ايدهم يجيبوا من جيب ابوه، لا يعرفوا بياخدوا ايه ولا ما يعرفوش بياخدوا ايه ولا يعرف، بس هم الفلوس تجيبه وخلاص. لو واحد من ولادك لا قدر الله زعل مراته بتقولوا له ايه؟ بتنصحوا تقولوا له ايه؟ ياما اللي بحوشكم اني قول له يلا خفنت شديده، تقولوا له دي بنت ناس ما تزعلهاش. اه والله انت اللي بتخطبي لهم. اه انا تمام والله انا. يا رب يديك الصحه ويبارك في عمرك. يدي الختمه دي على عيني. ما رحت لحد الا البت دي البت التانيه اقسم بالله. بتقولي ببقى لسه رايحه اخطب الاقي اهل العروسه هم اللي يقروا الفاتحه. الناس شارياك عشان انت بنت اصول. زي ما شفنا معاكم متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، كنا معاكم في لايف جميل كله طاقه ايجابيه. هي دي الريف، هي دي عادات واصل وتقاليد الريف اللي تربينا عليها، ونتمنى ان هي تسود حتى يعني الى الابد. بشكركم جدا، كنت معاكم انا حسناء رفعت، والى اللقاء في تغطيه جديده، والسلام عليكم.